الصغيرة أختي أحبها. جنى تبكي. أما معتصم فكان يشاهد شريطا تلفازيا. لقد سمع أخته تبكي فتضايق، قال: لا أحد في البيت يساعدني. واقتربت منه جنى. مسكينة جنى، كيف أساعدها؟ قال لها: هذه دميتك. لقد توقفت عن البكاء لحظات. قال معتصم: أشاهد الآن هذا الشريط الشائق، ولكن جنى لا تريد الدمية، إنها تبكي. قال معتصم: ماذا أفعل الآن؟ سأغلق جهاز التلفاز وألعب مع أختي. جنى تبتسم. جنى تضحك، إنها سعيدة ومعتصم سعيد. الحمد